السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar. هنتكلم النهاردة عن Unit 2 Part 2 My Body. هنتكلم عن الوحدة الثانية، الجزء الثاني من منهج الصف الثاني الابتدائي Connect Primary 2. يلا بينا. الجزء اللي هنتكلم عليه النهاردة بادئ بـ I am. أنا أكون. I am a girl، يعني أنا أكون بنت. I am a boy، أنا أكون ولد. You are، أنت تكون. You are. يبقى لما بتكلم عن نفسي بتكلم بقول إيه؟ I am. لو بنت بتتكلم عن نفسها بتقول I am a girl. لو ولد بيتكلم عن نفسه بيقول I am a boy. طيب لو هشاور على حد قدامي، مخاطب قدامي، هقول You are، أنت تكون. فبقول You are boy، أنت تكون ولد. You are a girl، أنت تكوني بنت. يبقى أنا أكون يعني I am، أنت أو أنت تكوني بمعنى You are. وتستخدم I عند التكلم عن النفس، لو أنا هتكلم عن نفسي فبقول أنا أكون. وتستخدم You للتكلم عن شخص آخر بمعنى أنت أو أنت. مع ملاحظة إن الـ I apostrophe M هي اختصار لـ I am، I am، والـ U apostrophe R E هي اختصار لـ U are، U A R E. وزي ما انت خدت قبل كده إن الـ I، الـ am والـ R دي من verb to be، الـ am والـ is والـ R من verb to be، الـ am بتيجي مع الـ I، تمام، والـ R بتيجي مع إيه؟ لما يكون في المخاطب you. أوكي؟ شوف اللي بعد كده. عندي my amazing body، جسمي المدهش. فبيقول revise these verbs، هيا نراجع هذه الإيه؟ الأفعال. عندي الفعل see بمعنى يرى، hear يسمع، run يجري، throw ارمي، kick شوت، speak أتحدث أو يتحدث. Okay again، see hear run throw kick speak. والأفعال دي مهمة جدا وهنستخدمها في الجمل زي ما هنشوف دلوقتي. عندي قاعدة كمان موجودة في الجزء دوت. القاعدة دي اسمها can plus infinitive، يعني can زائد المصدر. وكان دي بتأتي بمعنى يستطيع، بمعنى يستطيع. وطبعا كان بتيجي مع كل الضمائر، يعني بتيجي مع الاي والهي والشي والات، بتيجي مع كل الضمائر. فلو هنشوف فور اكزامبل كده، لو هنشوف مثال بيقول I can see with my eyes، يعني انا استطيع. I can see يرى، with my eyes بعيوني، بستطيع ان ارى بعيوني. نشوف مثال تاني. I can hear with my ears، انا استطيع ان اسمع باذني. اوكي طيب، يبقى هنا بنربط الفعل اللي هو سي بالحاسه اللي هي ايه؟ eyes، اللي هي ايه؟ الرؤيه، تمام. hear يسمع، بيجي دايما مع كلمه ايه؟ ears، اللي هي الاذنين. اوكي طيب، نشوف المثال بعد كده. I can run with my legs، طبعا محدش يقدر يجري من غير رجلين، تمام. فالرجول دي شيء مهم جدا، فبيقول I can، انا استطيع ان اجري with my legs، برجلي. اوكي طيب، I can kick with my feet، طبعا انت بتلبس الشوز فين؟ في القدم. اوكي في القدم، اللي هو فيه بقى فيه ايه؟ الصابع والايه؟ والكعب، ده اسمه كده القدم. طيب بنشوط بايه؟ بنشوط بايه؟ بالقدم. فبيقول I can kick with my feet، بقدمي. اوكي طيب، اخر حاجه بيقول I can throw with my arms، يعني انا استطيع ان القي الكره بيدي. اوكي بذراعي،
بذراعي باستخدام ذراعين الاثنين، بستخدمهم عشان ألقي بالكرة. I can throw with my arms. طيب تعالوا كده نشوف ترجمة الأمثلة دي. بيقول تستخدم كان للتعبير عن القدرة والاستطاع، يعني حاجة أنا بقدر أعملها. فبيقول I can plus verb، verb في الانفينيتيف في المصدر يعني مش متضاف له حاجة. فبقول I can see with my eyes، أنا أستطيع الرؤية بعيني. I can hear with my ears، أنا أستطيع السمع بأذني. I can run with my legs، أنا أستطيع الجري برجلي. I can kick with my feet، أنا أستطيع أن أشوط بقدمي. I can throw with my arms، أنا أستطيع الرمي بذراعي. I can speak with my mouth، أنا أستطيع التحدث بفمي. طبعا المثال ده ما كانش موجود فين؟ في الايه، البيج او الصفحه اللي كانت قبل كده. يبقى لو لاحظت ان كان كل الافعال اللي جايه وراه جايه في المصدر، يعني ايه في المصدر؟ يعني مش متضاف لها حاجه، وطبعا جايب الفعل زي ما اتفقنا مع الحاسه اللي بتستخدمه. فبيقول سي جايه مع الايه، مع ايز مع العيون. هير جايه مع ايرز الاذن. run جايه مع legs الارجل. kick جايه مع feet القدمين. throw جايه مع arms الذراعين. و speak جايه مع mouth الفم. اوكي طيب، عندي الفونكس الصوتيات اللي موجوده في الوحده دي، صوت الث اللي هو التي اتش. عندي صوت او حرفي التي اتش لها نطقين، يا اما تنطق ث، يا اما تنطق ذا، يا اما تنطق ثا، يا اما تنطق ذا. طيب هنا في الوحده دي هنتكلم عن التي اتش وهي بتنطق ثا. فعندي كلمه ثري اللي هي ثلاثة، عندي كلمه ماوث اللي هي فم، عندي كلمه باثروم حمام، عندي كلمه ثانك يو شكرا، عندي كلمه ثرو اللي هي يرمي، عندي كلمه 13 اللي هي 13 13، واخر كلمه عندي تيث اسنان. لو لاحظت ان التي اتش في الكلمات كلها منطوقه ثا، وفي في الثا او في نطق حرفي التي اتش لازم اخرج لساني عشان الكلمه تتفهم صح. لو بنطقها قدام واحد اجنبي يقدر يفهمها، لاني لو ما اخرجتش لساني فيها ممكن تغير معنى الكلمه تماما. اجين هنطق الكلمات مره تانيه: three mouth bathroom thank you through 13 teeth طبعا المفرد بتاعها tooth سنه. اوكي طيب نشوف بعض الامثله على الكلام اللي هو كنا لسه قايلينه اللي هو كان والفعل اللي بيجي مع الحواس. فقال لي في اول جمله I can see with my eyes. في الجمله الثانيه هنختار الفعل hear بمعنى يسمع. I can hear with my ears. في الصوره الثالثه I can run with my legs. الصوره الرابعه I can kick with my feet. الصورة الخامسة I can throw with my arms، أنا أستطيع أن ألقي الكرة بذراعي. وأخيرا I can speak with my mouth. وطبعا البيج دي أو الصفحة دي موجودة في كتاب المدرسة كإكسرسايز، المفروض الطفل look listen and complete، هينظر ويستمع وبعد كده يكمل الجمل دي، والجمل دي إحنا شرحناها قبل كده، ولكن حبيت اجيبها عشان ابين ان ده تدريب موجود في كتاب المدرسه. شوف اللي بعد كده، عندي كمان تدريب على الحرفي تي اتش زي ما البيزي بي بتقول، وحرفي كمان الاي اي. فبيقول learn sounds with بيزي بي، look listen and complete، يعني انظر واستمع واكمل. اوكي اول كلمه كلمه 3 تي اتش نطقت ثا، والاي نطقت اي طويله تمام لونج اي 3. اوكي ماوث ماوث برضو تي اتش نطقت ثا،
تمام، واكملنا الكلمه بال تي اتش. هذه كمان كلمه باث روم، باث روم اللي هو الحمام، وبرضو الحرفين ناقصين التي اتش، واخر كلمه كلمه ثرو هي بمعنى يلقي، والحرفين اللي ناقصين التي اتش. شوف اللي بعد كده. Some values، بعض القيم and skills والمهارات. Exercise number one بيقول listen and read، يعني استمع واقرأ. في أول صورة This is my friend زياد. He can't see، عنده مشكلة في النظر، لا يستطيع أن يرى. He can't see. He can read with his hands، بيقدر يقرأ بإيديه. طبعا اللي هم زملائنا اللي هم فاقدين البصر أو المكفوفين بيقدر يقرأ بلغة برايل، تمام، عبارة عن حروف بارزة أو نقاط بارزة بيقدر يمشي إيده عليها ويقدر يقرأ من خلالها. بس أنت لاحظت حاجة في الجملة دي، إحنا كنا لسه بنقول من شوية can بمعنى يستطيع، طب والنفي بتاعها cannot، فقال لي he cannot أو can't see، ما بيقدرش يرى، لا يستطيع أن يرى، أوكي؟ وبالتالي بيقرأ بإيه؟ بيديه. في الصورة number في picture number two بيقول this is my cousin مريم، هذه ابنة عمي مريم. she can't hear، ما لا تستطيع أن تسمع. we can speak with our hands، بنقدر نتكلم بيدينا اللي هي لغة الإشارة. طبعا واللي ما بيقدرش يسمع اسمه الأصم، فاقد حاسة السمع، وبالتالي بيكون التواصل بينه وبين الآخرين بلغة اسمها لغة الإشارة. Number three, this is my brother Isar. This is my brother Isar. ده أخي أيسر. He can't run. طبعا زي ما انتم شايفين ما بيقدرش يجري وقاعد على الكرسي الايه المتحرك، فبيقول we can play، ولكن احنا بنقدر نلعب معاه. وطبعا زملائنا اللي هم ذوي القدرات الخاصه، تمام، او ذوي الهمم زي ما بنسميهم، بمفروض علينا ان احنا بنساعدهم لو قابلتهم اي مشكله نقدر نساعدهم فيها، نساعدهم على قدر الايه المستطاع، اوكي. شوف بعد كده connect with math، يعني الدرس ده متصل بالرياضيات. بيقول count the legs and say، عد الأرجل واللي كام رجل موجودة. فأول حاجة a fish، a fish السمكة عندها رجل. a fish has no legs، السمكة ليس لديها أي رجل. a bird، a bird، a bird has two legs، عندها الطائر، الطائر عنده رجلين. a camel، a camel has four legs، عنده أربع أرجل. an ant has six legs، عندها النملة كام رجل؟ ست أرجل. طب سناك عنده رجول؟ لا، السناك بيزحف على الإيه؟ على الأرض، تمام. فبيقول a snake has no legs، sorry a snake not a snack، snack it's another word، كلمة كلمة مختلفة معناها وجبة خفيفة. this is a snake، right pronunciation، النطق الصحيح بتاعها a snake. a snake has no legs، sorry، okay sorry for this mistake، آسف على هذا الخطأ. a snake has no legs، okay. وآخر حاجة معايا a bee has six legs، النحلة لها ستة أرجل. Okay. Listen, read, and say. This is how we grow. بيقول اسمع، اقرأ، وقل. المعلمة بتشرح كيفية النمو لكل شخص. a person يعني الشخص starts as a baby. الشخص بيبدأ كطفل رضيع، بيتولد. Then the baby grows into a child. الطفل بينمو حتى يصبح طفلا. Okay، اللي هو الرضيع ده ينمو حتى يصبح طفلا. The child grows into an adult. An adult يعني شخص بالغ.
يبقى المرحلة اللي بتبدأ بيها أي شخص أو اللي بيبدأ بيها أي شخص a baby طفل رضيع، بعد كده a child، بعد كده an adult، بعد كده an old man or an old woman، تمام، اللي هي رجل عجوز أو امرأة عجوزة لما بيكبر فين في السن. نشوف اللي بعد كده exercise number 2 look listen and number in order. A bird الطائر بيبدأ ب an egg بيضة صغيرة، البيضة تفقس وتدينا a baby bird طائر صغير. اوكي بعد كده الطائر الصغير ده يكبر ويدينا an adult bird يعني طائر بالغ. اوكي في الختام أتمنى أن يتقبل الله منا هذا العمل، اللهم علم ينتفع به. كان معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar، أتمنى أنكم تعملوا لايك للفيديو وتشيروه كتير، تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات لكي يصلك كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد لشرح منهج Connect. باي باي.